السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل مستجدات في قضية الإطاحة بالمتسبب أو الخائن في فضيحة الفار بمباراة الجزائر والكاميرون، وليس هي قضية إنما فضيحة، هذه هي فضيحة الفار. هبنا نعرف ما هي فضيحة الفار. أطاح رئيس الاتحادية الجزائرية قبل أن نكمل، أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وما بنسى تحية كبيرة لجميع متابعين قناة يوميات شادي العموري، وتحية كبيرة لمن يراني بهذا الفيديو. أطاح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد عبد الوهاب زفزاف بداية الأسبوع الحالي برئيس لجنة التحكيم التابعة لهيئة فاف محمد بشاري، هذه الفاف، المتهم الأول بالتسبب فيما أطلق عليها فضيحة تقنية الفار في مباراة الجزائر والكاميرون. وعين رئيس فاف اللي هو زفزاف الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حمودي رئيسا للجنة التحكيم بعد إطاحته بسلفه محمد بشاري الذي تعرض لهجوم شرس بشأن عملية جلب اعتاد إسباني لتقنية الفار عبر تونس لإدارة مباراة الجزائر والكاميرون. طبعا الموقع أخواتي أيضا موقع هو المرمى. طبعا إنهاء مهام محمد بشاري من لجنة التحكيم، ورئيس الفاف جهاد زفزيف أخبر بشاري بنهاية مهمته نهائيا انتهت في لجنة التحكيم، وتمت عملية استلام وتسليم المهام بين بشيري وخلفه حمودي طبعا أمسية اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، حسب ما أكده فوت 22 في منشور على صفحته في منصة الفيسبوك. طبعا معروف هذه المنصة، منصة فيسبوك معروفة. وبعد تنصيب الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حمودي رئيسا للجنة التحكيم، عين عبد الوهيب جهاد زفزاف الحكم الدولي السابق رشيد مجيبة نائبا للرئيس الجديد للجنة ذاتها. وجاء التغيير في أعلى قمة في لجنة التحكيم بتعيين الحكم المونديالي حمودي رئيسا لها، بعد أن سربت مصادر عدة أن الرئيس المقال بشيري، هذا هو بشيري، أن رئيس المقال بشاري تعرض لما أطلق عليها انتفاضة لحكام جزائريين كثر في إحدى التربصات مؤخرا. هذا ما حصل. هناك طبعا ردود عبارة ودعم بشاري مطولا معبرين عن رفضهم لهذا الرجل، وصلت إلى مسامع الرئيس السابق لجنة التحكيم وغضب منها كثيرا. طبعا هذا هو، ورفض الحكم مجيئه مقترح زفزاف بالعمل مع محمد بشير ليتم بعدها الاتفاق على تعيين جمال حمودي رئيسا للجنة التحكيم بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على أن يكون مجيبة نائبا له مكلفا بجانب التكوين. هذا هو. أتمنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.